أقاسمها كود إيه وسارد ظهور مرينة عافمات كجمهورية سومايلان دكتور محمد عبد حرقية أيام أنت وحاها أو ديغ داو أكل وريقي هيئة يونسيف ديغ دان أولاغ تراغ لي حانون كشوبان بيوت كأولاغ عركي دقامو حدود سومايلان كويا لا أي هيئة يونسيف واحي أغو تراغ الشي إن لغا غور تغو حانون كاسي اللي قروبات كبلاب مي حرونتا كيد كداوين كي مقالد هرقيسة أو داوين كاسيل لغوري شيء يو حقوب توكا ها قاسمها واحدة عافمات كود إيه وسارد عافمات كيو حبنا كالسعودي هاي دا يونسيف سولين تاس أي هالكاسي كهدلي هالكان أقاسبه قود واحد نوفر حالا إذا دمانتين إن مانتان كالوالي يقنو هي أدى يونسيف قلب عافمات ودوه دا لقوله تعالو حالا دا هدك دقاه قود هان مالكا تي أو سماي اللاند أي كتشرتو حالد جود أو آه حاجة حالد دك دجا وكم بدي هاي شو بنكا يو حالد أكله يا دك دجا يو دك كتيرة وحد نوفر هذا أنا كله وري جنا ما أنت دوين يا إسكو كتيرة قلب يا دوين يقول تعالوا حالد دك دجا يا جارحان حاجة شو بنكا أجاسيبه جود دوه ده من تنکله وریه گنو خدی اسیفی آنو سو کوو اما سیارو سو کوو و حکم میدا و هیکا کوبن تای ستیت بغلی لباتای کیت او دوین کرا دل لگو قیاسی لبی ستیت تن کن آقف حالت داسی ایکت دوین تهاینا ایکم می تهای حالت دشوبان که یو ادرو دکلیه سر راعه او که کوبن سيدي عن شاغيني دو يا قلب وها لغو قياسي ان اين هاين كرتو مدستيد بلودا وين نجد بولي كرتو هل لا دك دكا ما انت وحي انه هلكن يسوغو نيمي ان انو كوري جنو وسارد هورمرينتا عافيماتكا اغا بيسوغو جيرا داو يا قلب وحي لغو هرتغي لها حالة دك دكا يدو او ما انت اينو اكسون نهاي إن وسارة هورمرينتا عافيماتكو أي سيفي عانو لتا عاشي أو أي كوشيرتو حاكمينتا حانونا دا كرداشا حليا دا روباتكا إيو سيسنال داريال دي سيسيسكي وانو كوبو غادين انا وسارة دو دادالكا أي كوشيرتا هاوشا كا يونسيفا هانا وحاناقا قوان إنا انو سيچوك تينو وداشاقين تدو إيا انو لين هاي وسارة هورمرينتا عافيماتكا agab kan waxa weeya kii labaad ee aanu hadda keenno muddo kooban inta ay taagan tahay xaaladda shuban biyoodku waxaanu rajayn doonaa hadii Ilaahay raa in ay ka qayb qaadan doonto xakamaynta iyo dadaalada loogu jiro in wax laga qabto xaaladaha degdegga ee inagu soo noqnoqda ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland dr maxamed abdi xirgeeye ayaa uga mahadnaqay UNICEF iyo cid kasta oo deeqaha dawooyinka kala shaqeeya wasaaradda caafimaadka isla markaana ku booriyay xilligan dawooyinka loo baahnaa iyo noocyada ay yihiin iyo sida mar walba dawooyin tayo leh UNICEF ugu keento wasaaradda caafimaadka runtii maanta sharaf bay noo tahay inaan kala wareegno hay'adda UNICEF dawooyin iyo agab caafimaad oo loogu talagalay حالدها شبان بيوت كتاغن قيبا كميدا جييغا سومالي لان رونتي هايد يونسيف وحانولان هاي ودا شغين بالاران وحانو كشغين كوادا شغين دينا عيه كلا دوين و دينا عهور مرين تعافمات هادا يتاي دينا عهو يدا يدينا عدالان يدينا عاكور تقا حانونا يدينا عواعي قلين يدينا عن نفاقا iyo dhinacyo kale oo aad u ballaaran oo hay'adda UNICEFna ay u xil saaran tahay wasaaraduna ay runtii wada shaqeyn ballaaran ay kala leedahay waxaan oran karaa waa hay'adaha sida mugale ula shaqeeya ee wasaaradda horumarinta caafimaadka runtii hadii aan soo noqdo maanta hawsha aynu halkan u joogno oo ah hawl aynu la wareegayna dawo ay hay'adda UNICEF ugu deeqday wasaaradda horumarinta caafimaadka si ay wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ugaga hawl gasho xaaladaha jira imika ee shuban biyoodka ee la socda waqtigan imika aynu ku jirno oo xilli roobaadkiya sidaad la wada socotaan xilli walba wuxuu leeyahay waayihiisa waxana jira xanuuno xilliyeedyo
انت بدن دلاعا او كوحران حلقا مركا لجوغو حليادا روبكا يا حليادا روبكا عرانيا يا مركا او عرطو وحالا فشا او هديا جير اي نوسو جوغني مدوين بدن اني جيران حانونا لسعودا او كميدي اي شوبانادو وحا كلي او جيريا دانا او اي نوالا درانسان اي نين مدوين كيو دنبيي ودامدا جار كينا يا هريريه نبو كجيري شوبان بيوت بالاران كاسو اي نغانا ميلاها حدودها soo gaaray sida magaalada xuduudeed ee Wajale iyo magaalada Borama intaba hawshaasi wasaaradu iyadoo kaashanaysa hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin si weyn ayay isha uga haysay ugana hawl gashay runtiina waa xaalad bilhamdulillah aan xakamaysan oo imika aynu gacanta ku hayno waxa se aynu u toogaynaa hadiiba ay wax dheeraad ah soo kordhaan inaynu hayno dawooyinkii iyo agabkii lagu la tacaali lahaa ee lagaga hortagi lahaa taas ayaa maanta halkan aynu joognahay hay'adda UNICEF ay agabkan iyo dawadan ay u keentay waxaanay noqon doontaa dawadani dawo kayd ah oo runtii aynu kolba kaga hawlgalo kolba meesha looga baahan yahay iyadoo aynu eegayno marba baahida jirta sida ay tahay marka meelaha ay baahidu ka jirtana distributionka hadda ayaynu sameynaynaa oo si sugimeyno meelaha kalena waxay noqonaysaa dawo back up ah ama kayd ah oo aynu ugu toogayna xanuunkan wixii dambe uu la yimaado aad iyo aad baan jecelahay inaan ugu mahadceliyo hay'adda UNICEF wada shaqaynta ballaaran iyo sida ay mar walba marba xaaladda jirta isku soo garab taagto wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaan leeyahay wada shaqayntiina aad ayaan u majeeranaynaa waan ku mahadsantiin dhinaca kale waxa aan farayaa mas'uuliyiinta sida tooska ah ay ugu wareegaysaa dawooyinkani in ay u maamulaan sida ugu haboon isla markaana meelaha imikaba ay baahidu ka jirto aan la sii sugin si degdeg ah loogu qaybiyo hadda loo gaarsiiyo taasina runtii way dhacaysaa aad iyo aadna waan ugu mahadcelinayaa hay'adda UNICEF waanad mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu